بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع الدرس الثالث من مدخل الاقتداء تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. وننطلق من سندين اثنين. السند الأول عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن ماجه. السند الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، رواه الإمام أحمد في مسنده. هذان السندان يتحدثان عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مشاركته لأهل بيته في كل الأعمال، ويؤدي كل الأدوار، يعني يساعد زوجاته في عمل البيت، سواء ما يتعلق بهن أو ما يتعلق به. لدينا هنا لفظان لا بد أن يشرحا. الأول الأهل، ونعني بالأهل بالمصطلح العصري اليوم الأسرة، من الزوجات والأقارب والأولاد. وكلمة يخصف نعله، أي يخيطها بالمخصف ويخرزها. تعلمون أن الثوب وكذلك النعل يخاط بالمخرز أو المخصف إذا مزق أو قطع. أما المضامين فالمضمون الأول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهذا الحديث يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنموذج والنموذج لحسن التبعل والمعاشرة لأهل بيته. والتبعل هنا حسن المعاشرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أحسن النماذج في حسن معاشرته لأهل بيته. كذلك النص الثاني يتحدث عن ما تخبر به أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مساهما ومشاركا في خدمة بيت أهله. أما هذا الدرس فكما هو معلوم أعزائي التلاميذ أنه دائما يتكون من ثلاثة محاور. المحور الأول سنرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكرمه الله سبحانه وفضله وخيره على الناس بل على الرسل كلهم ليكون آخر الرسل، شرفه الله بالنبوة والرسالة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من دائرة الإنسانية والبشرية. وهذا قد تحدثنا فيه في الجدع المشترك في سورة الكهف، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إلي. إذن هو مثلا نبيا وتنزل عليه الرسالة وينزل عليه جبريل، لكنه لم يخرج عن دائرة الإنسانية والبشرية. بل القرآن الكريم ركز على هذا في كثير من الآيات، وأتيت لكم بهذه الآية بحكم أننا قد درسناها فيما سبق في دروس الجذع المشترك. ترى لماذا هو بشر وهو إنسان؟ ليسهل علينا نحن البشر الاقتداء به، وهذا ما نراه أو ما سنراه في النقطة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة العملية لكل إنسان، فهو إنسان كامل من جميع النواحي، فالأستاذ يمكن أن يقتدي به، والزوج أيضا يمكن أن يقتدي به، وكذلك القائد العادل يمكن أن يقتدي به، والتاجر يمكن أن يقتدي به، والجار وهكذا. ترى هذه الخصلة هل توجد في باقي الأنبياء؟ لا طبعا، بهذا يمتاز النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يمكن لنا نحن البشر أن نقتدي به، كل من موقعه وكل من صفته ووصفه أيضا. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نقتدي به، فقال في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لكل البشرية، ولهذا كما قلت لكم هو بشر كما رأينا في النقطة الأولى. في المحور الثاني نجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في السند الثاني، أنه كما تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها أنه يشارك في أعمال البيت. ثم أيضا سنرى أيضا في هذا المحور بماذا كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته. وأهل البيت كما قلنا في شروح المفردات أو في شرح المفردات، نجد هناك الزوجة، نجد هناك الأولاد، نجد هناك الأحفاد، نجد أيضا هناك الخدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نبيا لكنه كما قلنا هو بشر، وبالتالي قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعه نبوته أن يمازح زوجاته ويلاعبهن ويظهر لهن المودة، بل أحيانا يستشيرهن، بل في كل المواقف، بل المواقف الصعبة يستشيرهن. وهذا كما رأينا في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار زوجته أم سلمة رضي الله عنها، وأخذ باستشارتها وطبقها، فكانت ناجحة في كل أو بكل المقاييس. بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعاقبهن، بل يتجاوز عن أخطائهن ولا يعنفهن، لا العنف المادي ولا كذلك اللفظي، بل نجد مشاكل داخل أسرته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعالج كل تلك المشاكل بين زوجاته بالحكمة واللين والرفق، فبما رحمة من الله لنت لهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل أولاده وأحفاده؟ الأولاد نجد النموذج الجميل والكامل في معاملته لبنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها
أنها كانت تقول: وكانت إذا دخلت، أي فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. إذا لاحظوا هنا كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة رضي الله عنها. إذا قمة في المعاملة، وقمة في الأخلاق، قمة في التواضع، قمة في الجمال والكمال في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي معاملته لبنته. أيضا أحفاده الحسن والحسين رضي الله عنهما كان رفيقا بهما، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في فقه الأسرة، رعاية الأطفال في الإسلام وحقوقهم. في المحور الأخير تحدثنا عن هذا كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصلي ويأتيا الحسن والحسين فيلعبان على ظهره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السجود رفقا بهم ورحمة وشفقة بهما. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له خدم، وحينما نذكر الخدم نتذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي بنفسه فيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لم يقل لي أبدا أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لي شيء تركته لما تركته، فكان لا يعاتبه، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تحكي، وأفضل من يحكي على الآخر إما الزوجة وإما الخدم، هما الآن يحكيان بنفسهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن هذه المعاملة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطينا النموذج الكامل في معاملة الآخر، وخصوصا أهل البيت من الزوجات والأولاد والأقارب والأحفاد، وحتى أيضا الخدم، النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم كأولاده، يجعلهم في مرتبة واحدة، لا يميز هذا عن هذا ولا الآخر عن الآخر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يشارك زوجاته، يشاركهن في أعمال البيت، بل كان يحلب شاته كما جاء في بعض الأحاديث، وهو أيضا نراه هنا يصنع أمورا تتعلق بالنساء ويعملها النبي صلى الله عليه وسلم مساعدة له في زوجاته. وعائشة دائما تحكي فتقول حينما سألها الأسود رضي الله عنه: ما يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، لكن إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نستحضر هنا أنه كان رئيس دولة، وكان قائدا، وكان يتصرف مع هذا كله، مع أسرته ومع أهله ومع أهل بيته، يعني تصرفا جميلا، يعني لا تمنعه مهامه من مشاركة أهل بيته. ويجب اليوم أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأمور، وأن لا نعتذر كثيرا، إما بالعمل وإما بالشغل وإما بأمور تجعلك تتصرف كأنك مشغول. وهذه الأعذار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنبها،
فيخدم بيته وأهل بيته، وكان كذلك يشارك إخوانه وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. في المحور الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مع أهل بيته. إذن فعلى المؤمن يجب عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلاقا من الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فإن من الواجب على المسلم ومن تجليات إيمان المسلم أن يقتدي به في حسن معاملته للأهل والأقارب في شؤون البيت، وذلك من خلال الإحسان إلى الوالدين وحسن معاشرة الأهل والأبناء والأحفاد وملاطفتهم وحسن المعاشرة أيضا بين الزوجين، كل هذا تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا. إذن تجليات الإيمان، لاحظوا إن من أكمل المؤمنين إيمانا. إحنا الآن نريد الكمال، نريد الجمال، نريد القمة، نريد العلو. إذن فالمؤمن إذا أراد أن يكون إيمانه كاملا لا بد أن تكون له الأخلاق الحسنة، ثم أيضا أن يكون لطيفا بأهله كما جاء في الحديث النبوي الشريف. سؤال: عزيزي التلميذ، كيف تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أهل بيتك؟ طبعا بمعاملة الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما، وخصوصا أمك ثم أمك ثم أمك، ثم أيضا أن تبادر وتشارك في واجبات البيت إما خارجا وإما داخلا. أحيانا تقول لك الأم: تعال يا بني افعل كذا وكذا، أو تعال يا بنيتي افعلي كذا وكذا، فتستعذر إما باستخراج التمارين أو أمور أخرى، إما أن تكون حفظا أو مراجعة. لكن يجب على التلميذ، يجب عليك عزيزي التلميذ، أن تكون مشاركا وأن تكون ملبيا طلبات الوالدة خصوصا. ثم أحيانا لابد الإنسان أو المؤمن لابد أن يعبر عن الحب بالهدايا والكلمة الطيبة. ختاما أقول: النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الكامل، هو النموذج الكامل في الأخلاق، وخصوصا مع الأهل ومع الأقارب ومع أهل البيت عموما. شكرا لكم على حسن الانتباه. عليكم ورحمة الله وبركاته.